مساء الخير. ما بالكم إذا كانت الألحان السريانية الثمانية بأسمائها عمود موسيقى الشرق برمته؟ ما رأيكم إذا كانت الموسيقى السريانية الكنسية تطورت من الموسيقى الشعبية في القرن الميلادي الرابع على يد كنارة الروح القدس مارفرام أنصبيني ذلك الطالع من ثنيات ماردين والرها؟ ما تقديركم بأن الموسيقى السريانية أعطت روحها وأدواتها وفواصلها للمدائح والأناشيد والأذكار والموالد الإسلامية؟ ما قولكم أن دبكاتنا وحداءنا وهناهين أفراحنا وندب أحزاننا تطلع من هذا الإرث السرياني العظيم؟ ما رؤيتكم بأن الموسيقى السريانية أعطت الطقس الغريغوري الغربي شحنته الكبرى وتركيبة الورع التي يمتلكها؟ ما فعلكم عندما تعرفون أن توأمة الموسيقى السريانية مع البيزنطية في أنطاكيتها تشكل إرثا ما قبل مسيحي اغتنى بالمسيحية وأعطى قده لألحان المسلمين؟ من هذا النتاج الحضاري يطلع الموسيقار الأستاذ نور اسكندر ضيف أجراس المشرق. قبل محاورته سنعرفكم على موسيقاه في مكثف مقدمة حلقات أعمدة النور وفي ديار مرمرون التي كان لي شرف كتابتها، ثم نبقى مع صورة شخصية له. نور اسكندر في حلب عام 1938 وفيها تعلم. حصل على لصوص في التربية الموسيقية من القاهرة عام 1964، عاد إلى حلب ليدرس الموسيقى حتى عام 1989، منفذاً تجارب موسيقية غنائية آلية على المقامات الشرقية العربية، منها الثلاثي الوتري وكونشيرتو العود وكونشيرتو تشيلو مع أوركسترا الحجرة. في عام 1989 قدم حفلات موسيقية في السويد، ثم نفذ مشروعا مع الجالية هناك لتسجيل ألحان الموسيقى السريانية، وأعد حوار المحبة عام 1995. ألف عام 2000 الموسيقى التصويرية للسلسلة الوثائقية أعمدة النور ولفيلم مارمارون، وعام 2002 ألف موسيقى المسرحية اليونانية باخوسيات ليروبيدس، وقدمها مع فرقة مسرحية هولندية في بروكسل وفيينا وكولن وأتينا وأمستردام. عام 2003 ألف الآهات ثم يا واهب الحب للفنان التشكيلي ياسر حمود عام 2007. له كتابان جمع فيهما الألحان السريانية من مدرسة الرها ودير الزعفران وفق نظام الكتابة الموسيقية الحديثة، كما شغل منصب مدير المعهد العربي للموسيقى في حلب بين عامي 1996 و2002. أهلا بكم في أجراس المشرق في حلقة خاصة عن موسيقى السريان مع الموسيقار أستاذ نور اسكندر. أستاذ اسكندر، يرى البعض أن الألحان السريانية أو الأصوات السريانية الثمانية، اسمح لي أن أعرفها قليلا، بيا بيات حسونو الحسيني أور أك عراق أو عراق رصد أوغو الأوج الأغم العجم سبا أو الصبا حاج الحجاز، هي مؤسس
لموسيقى الشعوب حسب ما يقول أيضا الفارابي نفسه. أين هي جذور هذه الموسيقى؟ هذه الموسيقى لم تأتي من فراغ. هذه الموسيقى السريانية ما هي جذورها؟ من أين أتت؟ وما هي دلالاتها؟ كما ذكرتم أن الموسيقى السريانية لم تأتي من الفراغ، جاءت امتدادا للموسيقى التي سبقتها في المعابد الوثنية. في تلك المعابد كانت للموسيقى دورا كبيرا وهاما جدا إلى جانب الطقوس الدينية، كانت الموسيقى مقدسة. فكما ذكر الأستاذ حسني حداد في كتابه الموسيقى السورية، وصف وصفا لهذه الفرقة: مجموعة كبيرة من المنشدين والمنشدات، مجموعة كبيرة من الآلات الوترية ذات النقر، مجموعة أخرى من الآلات النفخية، ومجموعة من الآلات الإيقاعية. وكانت تشارك هذه الاحتفالات طبل كبير جدا، قطره بيطلع أكثر من متر ونص منتصف، وهذا يعبر عن صوت الإله القديم. كانوا يشاركون بهذه الإيقاعات والمزامير، وكان يوجد عريف رئيس للجوقة، كان قائد أوركسترا، قائد أوركسترا يتابع السيرموني الطقوس. كانت الموسيقى مقدسة في العصر الوثني. في العصر المسيحي، وكانت عفوا في الموسيقى الوثنية، الموسيقى الدينية كانت درامية جدا نظرا للذبائح وللصراع الآلهات مع بعضها، وصراع الآلهات مع البشر، وبالبشر مع الآلهة. كانت هناك دراما دائما بين هذه الآلهة والطقوس، وضمن الطقوس كانت موسيقى درامية. نعم. لكن في العصر المسيحي خفت الحالة الدرامية، ركزت الحالة الدرامية فقط في أسبوع الآلام عند تذكير يعني آلام السيد المسيح، آلام السيد المسيح بعد الصلب. نعم، في الأسبوع الأخير من الصوم قبل الفصح. هناك بقيت بقايا درامية موسيقية في الطقس السرياني، وهذا لم يبقى في أي طقوس مسيحية أخرى هذه الحالة الدرامية. يعني هناك مجموعتين من المرتلين نسمي جوقتين جودو، هاتنين يروا رواية كيف كانت الأحداث تدور. مثلا في خميس الغسول الجوقتين كانوا بيرتلوا شو صار، كيف حضروا في سهرة العشاء الرباني، وبعديها يعني عشاء المسيح مع تلاميذه. نعم. قبل أن يذهب إلى الجلجلة. نعم. هناك يقف الدور الجوقة ويطلع المذبح، القسيس ممثلا بالسيد المسيح والشمامسة بدور الرسل 12، ويقف ويلف المنشفة ويصيح التلاميذ واحدا فواحدا ليغسل رجليهم، والتلاميذ يحضرون ويجلسون ويقوم هو. كل هذا مموسق، هذا موسيقي؟ مموسق وممثل وممثل على المذبح. نعم. عم بيمثلوا الدور تمثيل. إذا أستاذ، ومن بعد هذا، بعد ما يخلص بيجي مجموعة من التراتيل اللي فيها الفرح، اللي فيها كيف أن الملائكة اندهشوا من هذه الحالة، كيف أن المسيح يغسل أرجل التلاميذ الترابيين إلى آخره. ففي أوصاف رائعة. نعم. هنا أريد أن أسألك، الملحنون السريان الكبار، يعني نحن أمام 37 ملحن سرياني كبير في القرون الأولى، يقولون أنه الألحان السريانية أو المؤلفات أو المقامات أو الأصوات كما تحب أن تسميها أنت، لأن المؤرخين الموسيقيين العرب سموها أصوات، هذه الألحان أو المقامات سميت أكاديا. لماذا سميت أكاديا؟ جاء ذكر أكاديا الكلمة بالذات في كتاب اللؤلؤ المنسور، في كتاب المؤلف البطريرك أفرام برسوم الأول، أن هذه الأصوات الثمانية أو الألحان الثمانية سميت بأكاديا. وبتسمية علمية أكثر في أمكنة أخرى في غير كتب، أوكتايكوس أي الألحان الثمانية. هذه الألحان الثمانية كانت منتشرة عند اليونان والسريان ما قبل البيزنطيين، وحتى الآن لم يعرف من كان البادئ في الألحان الثمانية.
لكن هناك رقم اكتشف في بلاد ما بين النهرين بيقور بيقور وبأماكن أخرى، وجدوا نصا واحدا وثمانية ألحان مكتوبة ما وراء هذا النص الوحيد. صار لديهم فكرة أن النص الواحد ملحن عليه ثمانية ألحان، أي نظام الألحان الثمانية كانت موجودة في بلاد ما بين النهرين قبل اليونان، ثم أخذوا اليونان والسريان كملوا واستعملوا. نعم. في الشغلة سيدي كنت تقول أنهم وجدوا هذا النص، هذا النص اعتمد القيثارة في التلحين، والألحان السريانية الأولى بنيت على القيثارة ذات الأوتار السبعة، ونحن جميعا نعرف هذا الرقم المقدس، الأيام السبعة، السماوات السبع. المهم، هل ما زالت حتى اللحظة الألحان السريانية توضع على القيثارة، أم حلت هناك آلات أخرى في التأليف الموسيقي السرياني؟ في بداية القرن الأول والثاني والثالث جاء برديصان الشاعر والفيلسوف والملحن العظيم، وألف كما ذكرتم أكثر من 150 لحن مزامير على المزامير. أيوة، ولحنهم واستعمل معهم آلات المعازف من الكنارة والآلات النفخية والإيقاعية وغيرها، والبوق النفخية، والشبيبة تغني مع هذه الآلات على ضفاف نهر ضيصان بين الفرح والتمجيد والتدين وشرب الخمر. فكان مريدوه يكسرون يوما بعد يوم. أقلق هذه الحالة مارفرام المختلف رؤيته الدينية مع برديصان. برديصان غنوصي وفي فهم المسيحية بأسلوب غنوصي غير مارفرام اللاهوتي. نعم. فعمل أساليب أخرى، أهم أسلوب على نفس الأسلوب مارفرام ألف لحن هذه الألحان على نفس أسلوب برديصان. نعم. وهو يصف كيف برديصان كان يؤلف، قال كان بياخد الكلمة يجزئها إلى إيقاعات دقيقة وإلى إيقاعات أوسع وبها فارياسيونات كثيرة ويعمل، فمرفرام مش على نفس الحزو الموسيقي. نعم. ولكن هنا سأسألك عن مارفرام إذا سمحت. مارفرام وضع ألحانا واللحن الكنسي السرياني هو كان لمحاربة الوثنيين بعد برديصان، ومن ثم يعني جاء مار إسحاق الرهاوي. هنا ماذا قدم تحديدا مار أفرام من تجديد في الموسيقى السريانية؟ مار أفرام جدد على منوال برديصان، جدد في النص في الكلمة اللاهوتية وفي تفسير هذا اللاهوت الصعب كثير. هل أخذ الأغنية الشعبية مثلا ووضع عليها نصا كنسيا؟ أي. إلى جانب هذا النص الجديد اللي كتبه شعرا، انتشر هذا الشعر ووضع له ألحانا خاصة. هذه القطع قسم منها المشهور جدا اسمها مدريش. في هذه ما تفسير كلمة مدراش؟ يعني طريقة أسلوب. نعم. لتفسير الأمور اللاهوتية الصعبة ضمن هذا النص، لكن اللحن تأثر وهو من عنده كمان حط ألحان جديدة وأخذ من ألحان ما قبل المسيحية. هو وغيره استعملوا ألحان السابقة ووضعوا عليه كلمات مسيحية جديدة وألحان شعبية أخرى، ليس مارفرام وحده، في مار يعقوب السروجي هذا الشاعر العملاق والملحن الموسيقي أيضا عملاق، مار إسحاق، مار بلاي ورابولا كل هدول. رابولا الذي وضع ذلك الإنجيل الشهير، غير الإنجيل، غير رابولا الموسيقى، هو موسيقى ألف تخشيفتات التضرعات نصا رائعا في التأملات الروحانية وفي اللحن الجميل الرائع الذي يمتد امتدادات. سيدي، ما هو دور الكنيسة السريانية في حفظ هذا التراث؟ دور الكنيسة حفظ هذه الألحان باعتبارها مقدسة ضمن جدران الكنيسة ما يقارب من حوالي ألف عام، أكثر من القرن الرابع. إيه. إلى نعم. إلى 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 الآن، إلى 1950. إيه. حافظهم ضمن جدران باعتبارها مقدسة وحافظوا عليه. نعم. في كثير من الكنائس
اللي فيما بعد مثلا سريان كاثوليك والموارنة. الموارنة ما لحقوا تطوير الطقوس كما حصل عند السريان الأرثوذكس في قرن، لأنه انتهى وضع الطقوس في نهاية القرن السابع، اكتمل نموه الموسيقي والنص. بينما الموارنة عندما تركوا حلب وسوريا جاءوا إلى لبنان، كان القرن الخامس وما وراءه، فالطقوس لم تنتهي عندهم. وفي الجبل حسب ما صار حوار بيني وبين الدكتور لويس الحاج، أن الموارنة كتبوا قولة وريش قولة، لكن ليس بتوسع كما حصل عند قولة، يعني قولة لحن، لحن الحان. نعم. ليس بتوسع كما حصل عند السريان الأرثوذكس اللي امتد منه السريان الكاثوليك. إذن هل هناك من تطوير للموسيقى السريانية الكنسية؟ من الواقعية أن نقول أن هذه الكنيسة حافظت فيها جدران هذه الألحان بقدسية، لكن آخر كنيسة بقيت ممارسة هذه القدسية ومحافظة عليها كانت الكنيسة الرهاوية، والكنيسة الرهاوية هي منبع الألحان السريانية وأكثر مدرسة قوية نشرت الألحان بشكل إبداعي بشكل جميل. نعم. حتى بقايا الكنيسة الرهاوية كانت 1950s 60s لازالت موجودة في حلب في حي السريان الرهاويين، كنيسة مار جورجوس، لكن الشمامسة والرجال الذين يتقنون الألحان خف عددهم كثير ولم يبقى مثل زهوة الأيامات السنوات الماضية. لكن من حسن الحظ أن المطران يوحنا إبراهيم حفظه الله وفك أسره والمطران يازجي لعب دورا كبيرا في حفظ هذه الألحان. وأنا عندما كنت طالبا في القاهرة كنت أفكر، وأنا شماس أصلا في الكنيسة، سوف يأتي وقت لتدوين هذه الألحان للحفظ عليه. إذن اسمح لي أن أتوقف أعزائي أيضا، نتوقف هذه المرة مع فاصل من إعداد الأستاذ نور إسكندر، هو سولو جوليانا بارسوم يوسف، وهو مدراش أي مار يعقوب، من مار يعقوب الرهاوي. أيوة. بعدها نعود إلى متابعة هذا الحوار الذي يملك الكثير من الحضور في الذاكرة الجمعية لهذه المنطقة من العالم. افتح لي أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق في حلقة حوار عن الموسيقى السريانية مع الأستاذ نور إسكندر. أستاذ إسكندر، اسمح لي أن أبدأ من اللحن الثامن اللي اسمه حاجو، أو ما يتعارف عليه بأنه حاجو، وبالأرامية يمكن أن تعني الحج، وبالسريانية أيضا، اللي تحول إلى مقام أضيفت عليه الزين، صار مقام الحجاز الذي يعني بلاد الحجاز، وذلك ما حصل في العهد العثماني كدلالة على الحج. من انطلاقا من هنا ماذا قدمت الموسيقى السريانية للموسيقى العربية؟ قبل أن أجاوب أريد أن أقول أنني لست معكم في تسمية حاجو وحجاز أو هالتسميات السريانية التي جاء بها الموسيقار السرياني الله يرحمه أسعد جبريل أسعد. هذه تسميات شخصية جدا لم تكن موجودة في الوثائق. نعم. هذا واحد. الوثائق الموجودة كانت تقول قولو قدمويو قولو ترايونو قولو تيتويو، ترجمة للعربية إذا ممكن. القولو قولو صوت، يعني معناها الصوت. نعم. ومدلولها لحن، قدمويو يعني لحن الأول، لحن الثاني، لحن الثالث. نعم. هذه الألحان الثمانية مبنية كانت على أجناس شرقية، مستعملة هذه الأجناس
في سوريا بلاد الشام، وفي تركيا، وفي إيران، وفي لبنان وفلسطين. هذه الألحان لا زالت تستعمل حتى الآن ضمن مقامات الشرقية اللي نقول عنها، مقام البياتي، جنس البياتي، جنس السيقة، جنس الصبا، جنس الحجاز، جنس الحسيني والبياتي إلى آخره. فهذه الألحان استعملت وكان لها تفسيرات نسبية نسبة إلى عصر القرن العاشر والحادي عشر، أن لكل مقام تعبير معين، حس معين. إذا جن ليلك فارصد. هذه التسميات أيضا جاءت في نهاية المطاف، هي نسبية ليست قوية المدلول في الموسيقى بشكل عام. المهم الأداء كان بيلعب دور. إذا كان لحن مقام البياتي قولوا قدموا اللحن الأول، إذا أداه بأسلوب هادئ وأسلوب متهالك يبدو حزينا وسيئا، إذا غناه ورتله بأسلوب حماسي كويس يبدو حماسا وجميلا ومفرحا. لذلك ما في ثبات في تقييم وصف المقامات والأجناس. هذه نظرية قديمة. أما ماذا قدمت للعربية؟ قدمت للموسيقى قبل ماذا قدمت، فصارت حصيلة الموسيقى السريانية هي من الموسيقى القديمة الوثنية ومن الموسيقى الشعبية اللي كانت منتشرة في هذه البلاد. نعم هذا ما ذكرنا. نعم. أيوة. ومن موسيقى اللي وضعه الآباء ومن بعض التأثيرات اليونانية بيسموه قانون يونوي، بعض الألحان يونانية 60-70 أدخلوها إلى الطقس السرياني. كما أن هذه الموسيقى السريانية تأثرت من الموسيقى البيزنطية في بعض أنواع من المؤلفات الموسيقية أو الألحان، مثل التخشيفتات. التخشيفتات يعني هالابتهالات الطويلة، ومن أقسام الأخرى السريعة. يعني إحنا سنكمل حول علاقة مع البيزنطية. أوكي. ولكن تحديدا تأثير هذه الموسيقى على الموسيقى العربية. استمرت هذه الألحان حتى القرن العاشر وحتى الآن تتلى في الكنائس، والناس والشعب يتكلم اللغة الأرامية السريانية حتى القرن العاشر، والشعب العربي المسلم لم يأتي معه ما جاب معه موسيقى خاصة لهالترتيل، لهالابتهالات، لهالأذكار والموالد، كلها أنشئت هنا. هذه التراتيل الإسلامية التي وضعت هنا كانت امتداد أيضا للموسيقى السريانية كألحان وابتهالات، مع تطوير زيادة في الموسيقى الإسلامية، تطوير في الصيغ وفي الصنعة الموسيقية أكثر وأكثر. نعم. باللحن السابع أيضا الأرامي السرياني الصبا اللي بيعني بالعربي ريح الشمال. ولكن لدى السريان هو محبوب كتير لأنه لحن حزين في بكتير، ويستخدم بمراسم الشهداء وبالجمعة العظيمة. ما هو برأيك فعلا مرد هذا الحزن في اللحن السرياني؟ مرد هذا الحزن هو حزين أيضا جدا. الشعب خسر كل شيء قبل أن يدخل يقبل المسيحية، خسر الأرض، خسر المجتمع والنظام والدولة، بعدما صار الفرس استولوا على الأمبراطورية الأشورية سنة 600 وكسور آخر مرة، ضعضع هذا المجتمع الآرامي وبلاد ما بين النهرين، خسروا ما كانوا يملكون سنين طويلة، وعندما تقبلوا المسيح أنشأوا مملكتهم في السماء. وكان بؤسا ويأسا هذا من أخطر مخاطر المسيحية على الشعب السرياني في تاريخنا القديم والمعاصر. هل هذا الحزن الموجود في العراق حاليا هو وريث لهذا باللحن العراقي؟ هذا الحزن عندما خسر كل شيء صار حزينا جدا. في هذا الحزن كان عنده رجاء كبير في المطلق، في المسيح، في الله، في الإله، وفي الحياة الروحانية. أعطى كل قوته وجهده في وضع هذه الألحان ليعبر عن إنسانيته وعن المسيحية الجديدة اللي فيها أمال للحياة، للمستقبل. لذلك طلع حزين كثير. طب أين يتبدى الفرح في الموسيقى السريانية؟ هل مثلا على سبيل المثال يقولون مثلا مقام بيا أو بيات هو يعبر عن السرور وتفريج الهم وإلى ما هنالك، ولكن أين فعلا يتبدى الفرح؟
يتبدل فرح في هذه الألحان القصيرة الموجودة على قراءات الجود الجوقتين بإيقاعات سريعة ديناميكية بإيقاعات مركبة وبسيطة. الدبكة مثلا هذه الإيقاعات والألحان شعبية 100% بيعطيك إحساس بالفرح. وحتى يقال أن الرهبان كانوا عندما يريدون أن يفرحون في باحة الدير يقولون هذه الأقوال، يرتلون هذا ويدبكون دبكات معهم. أكثر من هيك، عندما منع رجال الدين السريان الغناء باللغة السريانية في الحياة المدنية، الحب والفراق والكذا منعوا، أخذ الناس يرتلوا التراتيل الفرح الشعبي اللي فيها كثير نسبة كبيرة في الموسيقى السريانية، في سهراتهم، في حفلاتهم، في أعراسهم، يغنوا يرتلوا ويسكروا ويغنوا وينبسطوا عليه. نعم. لأنه أصلا ألحان شعبية. نعم. وحاليا هناك رغبة جدا قوية عند الشبيبة أن يرجعوا هذه الألحان الشعبية اللي دخلت في الكنيسة إلى مكانها الأول عند الناس بأغاني مدنية جديدة يعني معاصرة جديدة. يعني هي في الأصل شعبية. نعم. صنع على قدها لحنا كنسيا. نعم. وها هي تعود الآن إلى جذورها الشعبية. نعم. وبألحان مدى كنس شعبية وكلمات حب مدني معاصر منذ 40 سنة. إذن هل يمكنك أن تشرح لنا المدى الجغرافي الذي انداحت فيه هذه الموسيقى السريانية، الذي انتشرت في هذه الموسيقى السريانية؟ المدى اللي انتشرت فيها هي نفس المدى اللي انتشرت فيها الكنائس السريانية الآرامية من العراق والهند وجزء من آسيا الأقصى وفي الأناضول وفي تركيا الأناضول وحاليا في السويد وأوروبا وأمريكا، بلاد الغربة السويد وألمانيا وأمريكا. هذه الألحان استمرار لهذا الشعب، الشعب يعيش ويصلي ويموت ويفرح ويغني ويرتل ويصلي. هل ألحان امتداد أخذ معه وين ما راح حتى يحس أنه هو انتماؤه لجذوره. نعم. أكثر. سيدي، أنت عملت جاهدا على ما أخذته الموسيقى الدينية الإسلامية في بلاد الشام، أو تحب أنت تسمي سوريا لأنك بتحب سوريا كثير، على اللحن الكنسي السرياني، المدائح النبوية، الأناشيد، الأذكار، الموالد، والتي تتبدى في مدينتك التي أتيت إليها من 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 ذلك المكان الجميل في الشمال السوري بمردين وانصيبين، تتبدى في حلب. إلى ماذا توصلت؟ هل يمكن أن تشرح لنا وللسادة المشاهدين مدى التقارب بين الموسيقى السريانية والموسيقى الدينية الإسلامية؟ كان معي صديق اسمه محمد قدري دلال، وهو عازف عود. نعم، وهو عازف عود شهير، وهو ابن شيخ أنا، هو أصدقاء، هو كان تلميذ عندي وأنا أستاذه، بس صرنا أصدقاء. ياخذني على الجامع، بقيت 10 سنوات أحضر في الجوامع، جامع العثمانية في حلب، الأذكار والموالد وأسمع الذكر الرائع. وهو يأتي معي إلى الكنيسة السريانية، يسمع التراتيل والجوقات وتفاصيل الألحان. في النهاية كانت نتيجة دراسة بحثنا سوا، هو مختص بالموسيقى الإسلامية وأنا بالسريانية، أن الموسيقى الإسلامية هي امتداد الموسيقى السريانية مع تطويرها وزيادة الصيغة الفنية فيها. نعم. هنا أريد أن أنتقل، لأننا سنسمع قليلا من هذا. أيوة. في نهاية هذا الفاصل. سيدي، ما هو دور الموسيقى السريانية إذن أيضا في القدود والموشحات؟ سؤال رائع جدا. في هذا الذي سمعناه أو نسمعه بعد شوي، حتى الآن أنا ذهبت إلى السويد، كنت في مكان ما، وإذا سمعت ترتيلة شو هذا؟ قالوا هذا شو اسمه؟ ترعودي لو حانونو حانونو نقش قولو دبوتان لو تكلم من صعودك فانو براح ميك شيلوتان حانونو فانو براح ميك شيلوتان. قلت يا أخي هذا عندنا في حلب في سوريا اسمه قد البلبل ناغة. قال نحن هذا منرتل ترسيلة. قلت في هيك شيء كمان؟ قاموا رتلوا لي كمان وحده قديشة الله على
قاعد شطانه هاليلويا، قاعد شطحلتونه قرية ليسون الله هاليلويا إلى آخره. قدوسون قوي هاليلويا. شو طلع هذا؟ عالدبيك الدبيك عالدبيك، نفس اللحن حرفيا. وهناك كثير من الألحان موجودة بالسرياني، صلوات موجود بالإسلامي، إسلامي أو شعبي. فالقدود أيضا امتداد وليدة من هذه الألحان السريانية، ووضع على هذه الألحان السريانية على قدها كلمات جديدة. أيوة كلمات جديدة، لكن الإيقاعات كانت مركبة في السرياني، فهالإيقاعات المركبة فكفكوها في العربي، حطوا بيناتهم لوازم موسيقية حتى يعمل نوع من التوازن. نعم. إذن أعزائي اسمحوا لنا أن نتوقف مع موسيقى سريانية إسلامية من وضعي وتحضير الأستاذ نور إسكندر، ثم نعود معكم لمتابعة هذا الحوار، ولكن بعد الفاصل. إذا أردتم ابقوا معنا. نتملكم شبح قمان هاليلويا وهاليلويا، وملك دومين يمينه وطعوي عمق بتابوه هاليلويا وهاليلويا، بنتبغ رغم الكون شفرة وليرحم علينا عذرك نصيبه في مورد يشعر بصمت مريم دي لكتون وباطل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بجمال. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكمال. اللهم صلي وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق في حلقة مع الأستاذ نور إسكندر، الموسيقار المختص بالسريانية والبيزنطية معا، ولكن هذه الحلقة هي عن الموسيقى السريانية. سيدي، يقول المؤرخون بعد اطلاعهم على الرسومات الآشورية والسريانية التي كانت على الرقيمات الأثرية، أنه حيث تتقدم المواكب آلات الطرب، يقولون إن الموسيقى هي عنوان المجد في الحفلات ورمز السعادة في الأعياد. هل ما تزال الموسيقى السريانية تعبر عن هذا رغم هذا الشتات السرياني الكبير؟ هناك بقايا من هذا التعبير لكن نسبة أقل، في الاحتفالات، في الرسمات والأعراس والكذا، هناك ألحان تضج بالفرح وتعبر عن السعادة. وتعبر عن السعادة. والمجد. والمجد أقل شوي، لأنه أفل المجد. أفل المجد. أفل المجد. في. هل أنت متألم لهذا المجد الذي أفل؟ هذا واقع تاريخي، بدنا نكون واقعين جدا. هذا حركة التاريخ اللي فيها دائما هالحالة التطورية الديالكتيكية من الأزل إلى الأبد. سيدي. نعم. الموسيقى كانت لها دور كبير، لكن في الكنائس نوع من التزهد خففوا عن هذه الظاهرة العظيمة في المجد وفي الفستيفالات. احتفالات. كانت احتفالات. هناك كانت في احتفالات دينية سريانية مسيحية، كانت الجوقة
والشمامسة والكهنة بيطلعوا كلهم وراء بعضهم ماشيين بالترتيل، بيطلعوا برا الكنيسة بيروحوا بيطوفوا إلى عند البير حتى يجيبوا مي من البير أو من النهر أو من النبع، يجيبوا هالمي للكنيسة حتى يعملوا عماد للسيد المسيح اللي هو يوم الدنح، يوم الغطاس. يوم الغطاس هالجروب وقت اللي بيروح في السابع من شباط، وقت ضريبة بيروحوا بيرتلوا، هن رايحين بالطريق وراجعين بالمروحات بتعطي أصوات الأجراس، نعم، شخليل، وبعدين المباخر والتراتيل سبحوه بدف، وهيك عم بيرتلوا لبين ما يروحوا يجيبوا مي، وبيعملوا طواف أيضا، طوافات في المدينة حول الكنيسة أو الشوارع حسب ما كانت، لكن هذه الظواهر خفت في هذه الأيام. بقيت هذه الطوافات داخل الكنيسة لأسباب مرت بها البلاد في الحكم العثماني، كما ذكرتم مرة في لقاءاتكم أن الضغط كان شديدا على المسيحيين، وقاموا بهذه التقاليد داخل الكنيسة بحالة كما تعلم من الخوف واليأس إلى آخره. نعم تفضل. بس حاليا في رغبة عند الشبيبة أن يعودوا إلى الموسيقى السريانية الدينية ويعطوها الزخم اللي فيها والطاقة الحيوية اللي بيعطي للإنسان الإحساس بالعمق والحياة وتفاصيلها الجميلة. أنت عملت وقمت بعمل توثيقي هام وكبير، ويجب أن يعرف ذلك السادة الذين يشاهدون هذه الحلقة، أنت وثقت مدرسة موسيقى، مدرسة الرها ودير الزعفران في شمال شرق سوريا، وهي الآن في الأناضول. أين هي الموسيقى الشعبية السريانية القديمة؟ وما هو تأثيرها على النص الموسيقي السرياني المعاصر؟ هل هناك من جديد في ظل ما تعرفه حاليا وما خبرته ووثقته سابقا؟ هذه الموسيقات الشعبية أخذت منحيين، منحة غنوها بالعربي في مردين، الأغاني العربية المردنلية هي أغاني سريانية، لكن كانت ممنوعة يغنوا بالسرياني، غنوا بالعربي في مردين، هذا منحة موسيقى شعبية سريانية. والمنحة الآخر هي هالتراتيل هالصلوات، لكن هذه التراتيل اللي يعني فيها نفس، يعني مثل يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني، نعم، خافي من رب السماء، مشكورة لذكرك هذا، نعم. هالألحان هي ألحان شعبية سريانية غنوها بالعربي لأنه كان ممنوع يغنوا بالسرياني. أما القسم السرياني اللي كان صلوات، الشباب في هالأيام من 50 سنة فكروا أنه يرجعوا من عام 1950 خمسينات وما فوق، نعم، يرجعوا يعملوا أغاني مدنية ويغنوا بلغة المسيح، الحب والحياة والوصال والألم إلى آخره، كل معاناة الحياة، وبلشوا يعملوا أغاني من القامشلي، وناس كثير اشتغلوا فيه شباب، بعدين انتشرت في المهجر في السويد في ألمانيا في سوريا، هون كل موسيقي اشترك في أن يوضع ألحان جديدة، وقسم منهم كانوا كثير واعين تأثروا، وكان ضروريا أن يتأثروا، وقد نبهتهم كثيرا إذا أردتوا تعملوا ألحان سريانية أغاني جديدة لازم نتأثر بالبيت جاز، لأن الروح الشعبية موجود هناك الأصلي حتى تكون مرجعية صح. أما تروح تقلد أغنية تركية أو أغنية كردية هذا ما صار اسمه أغنية سريانية. فكان الشغل ماشي وكان الإنتاج جيد، وجبت معي مجموعة إذا تسمعون، حبيت واحدة منهم تسمعها. هل هذه معاصرة برأيك؟ هل هذا زج الأغنية السريانية في المعاصرة؟ هذا بداية المعاصرة، لأنه نحن كمان مثل شعوب المنطقة موسيقانا غنائية غالبيتها، ما كانت موسيقى آلية، لكن أنا من جهتي شخصيا تجرأت وتجاوزت الأغنية وكتبت أعمال موسيقية بحتة للأوركستر وللآلات، العود والتشيلو والبزوق لغير آلات، والغناء موسيقى معاصرة جديدة غير شعبية قريب من أجواء. سآتي إليها، ولكن اسمح لي قبل أن أسألك عن جغرافيا هذه المنطقة في هذا المشرق المتألم، أسألك عن علاقة الموسيقى السريانية، وهي سريانية أنطاكية، بالموسيقى البيزنطية التي هي أيضا أنطاكية في الأساس. ما هو الجسر والرابط بين هاتين الموسيقتين
المؤسستين للذاكرة والذائقة الشعبية الموسيقية في هذه البلاد؟ النقاط المشتركة مع بعضهم هي الحان الثمانية بس؟ بين الموسيقى السريانية والبيزنطية، الحان الثمانية رقم واحد، ووجود الحان قصيرة ذات إيقاع معين، قراءات مثل الجود تبع السرياني موجود، بس هذا أقل. اللي عندهم الحان الممتد امتدادات اللي فيها تعريج أكثر ويشبه الموشحات المشرقية الحلبية، بينما في الموسيقى السريانية السيمة الكبيرة هي السيمة الشعبية. الموسيقى البيزنطية كانت موسيقى وقورة جدا بما يناسب الأمبراطورية والعظمة، موسيقى أباطرة، أيوة، وكاتدرائيات كبرى، بينما الموسيقى السريانية التراتيل موسيقى شعبية، موسيقى الأرياب، الناس البسطاء يغنون ويرتلون هذه الطقوس ببساطة لوصول معاني الروح القدس في قلوبهم. أهم فروق أنها موسيقى شعبية موسيقى سريانية، بينما موسيقى البيزنطية موسيقى قصور الأباطرة، نعم، والعظمة والصرامة في الأداء. نعم. هنا أريد أن أسألك أيضا، ما هي علاقة الموسيقى وتأثير الموسيقى الكنسية السريانية بالموسيقى الكنيسة الغربية الغريغورية؟ ماذا أثرت بها؟ وأنت لك بحث في هذا الموضوع على ما أعتقد. ذكر المؤلف والباحث الكبير الألماني كورت زايس في كتاب عن العلوم الموسيقية في المنطقة الشرقية، كيف أن ألحان وتراتيل مارافرام السوري، يذكر هكذا، وهو مارافرام السرياني، انتقل إلى إيطاليا وتأثر بها الغريغورية، موسيقى الغريغورية والموسيقى الأمبروزارية تبع ميلانو، وتم فترة متأثرين بترتيب كورس ريتميك كورس ميلوديك تبع الموسيقى السريانية في الموسيقى الغريغوريانية، لكن مع فارق أنهم لا يغنون هذه الأربعة المسافات اللي نحن بنغنيه. ممكن تسألني شو عرفك بوقته كانوا بيغنوا بالموسيقى الربع؟ نعم، هذا سؤال خطير. أنا ما أعتبر أنني سألتك إيه إيه. بس ولكن إذا أردت أنه فسروا لحنيا، إيه، مثلا اللي فيه أربعة مثل مقام البياتي، اللي فيه أربعة مثل مقام الصبا، غريغوريان ما في عنده هالأربع مسافات أنتربالات، كانوا يغنوا مثل النهواند، نعم، مثل مينور يعني، مثل ماجور، بس تأثروا بالتعاريج والفورم الريتميك، فورم شوي وفورم ميلودي، بس صار طابع خاص عندهم. فيما بعد الغريغورياني صار، نعم، قائم لحاله، بس تأثيراته في القرن الرابع والخامس من موسيقى السورية السريانية في بلاد حتى مرة جاء باحث آخر اسمه مارسيل بيريز مع جروب غنائي عنده كان اسمه أورغانوم، جروب غنائي أكابيل، غنوا، كان هو اكتشف وبحث من قرن، وجد مخطوطات من القرن الثامن في فرنسا أيام شارلماني، كان هناك أسقف سوري موجود في فرنسا، وترك هذه الألحان مدونة بشكل بدائي ذاك الوقت، فبحث فيه وغنوا رتلوا مين جوقة الأورغانوم تبع مارسيل بيريز، جاءوا إلى الشام وإلى حلب. أثناء الغناء قلت للأستاذ مارسيل أنني أحس فيه مقام البياتي، نعم، أحس فيه، قال لأنه أصله من أيام هاك الأسقف السوري اللي كان موجود. أنت أستاذ نور اسكندر أطل الله في عمرك، هل تعتبر نفسك وريثا للمؤلفين الموسيقيين الملافنة الكبار السريان في هذا المشرق، أم أنك تكمل دربا لا نعرف إلى أين نصل فيه؟ شكرا على السؤال هذا، لكن أعتبر نفسي أنا امتداد وتكميل لما قاموه، لما قام به الآباء في الإبداعات. أنا أتابع في الدراسة والأبحاث، ولكن لا أضع نفسي بمستوى هؤلاء العظماء، هذا حقا، خاصة مار فرام، مار إسحاق، مار بلاي. أنا حتى الآن لم أؤلف التراتيل الدينية خشية من هذا السؤال الصعب. نعم. أدرسه وأبحثه، لكن أنا مكمل. لكنك ألفت على تشيلا، إيه؟ ألفت على إيه؟ ألفت على القانون. أعمال جديدة فيها الروح السريانية، أعمال آلية متطورة غير غنائية، انتقلت من مرحلة غناء إلى مرحلة آلية بفورمات عالمية
كنت آمل أن يكون معي وقت كبير لأكمل معك هذا الحديث الاستثنائي أستاذ نور اسكندر، ولكن أعزائي لا كلام يعلو على ألحان القمح وعناقيد العنب في تلك السهوب العظيمة. من دون خاتمة أترككم مع جو شعبي للموسيقى السريانية لنور اسكندر. شكرا لكم جميعا جميعا على حسن استماعكم، وسلام عليكم وسلام لكم. Thank you.